الاكله الرسميه لاي بيت مصري فراخ ومكرونه، لكن زي ما احنا متعودين حتى لو الاكله بتاعتنا هي اكله عاديه ومتعودين عليها بندخل فيها تكات تخليها اخر طعامه غير الطعم اللي احنا متعودين عليه خالص، واللي ياكلها عندك يحلف انها غير طعمها غير خالص. طيب فراخ والمكرونه النهارده ايه الجديد فيهم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وراك الفراخ مشويه في الفرن، تتبيله سهله جدا، المكونات بتاعتها بتعمل ميكس في الاخر بيديكي طعم وريحه ملهاش حل باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف الوجبه السريعه، نسميها وجبه الازمات، وجبه الزنقه، يعني عارفه جايه عايزه تك تك اعمل حاجه بسرعه كده وتبقى غدوه محترمه، نروح عاملين على طول شويه الوراك وشويه المكرونه اللي هنعمله مع بعض النهارده ونبقى جورنا كده. المقادير بتاعتنا بتقول ايه؟ اول حاجه المقادير بتاعت الوراك المشويه، واقدر كمان استعملها بفرخه كامله اقطعها على اربعه، يعني مش شرط وراك بس. عبارة عن بصل مبشور، طماطم مبشورة، ملح وفلفل، كبابة صيني، معلقة صغيرة هريسة من هريسة الشطة اللي احنا عملناها مع بعض، لو مش موجودة ممكن تحط شوية شطة وممكن تستغني عنها خالص. ايه كمان؟ رشة سكر، ودي بتديني طعم مميز جدا جدا وبتتكرر في الفرن وبتدي للوراق لون في منتهى الجمال. شوية كاتشب وممكن اشيلهم واحط صلصة، بس لو عندك كاتشب يكون افضل. بعد كده عصير ليمون وخل وزيت. دي المقادير بتاعت الوراك المشوية في الفرن. يلا بينا نقولها تاني، وراك او فرخة متقطعة على اربعة، بصل مبشور، طماطم مبشورة، ملح وفلفل، كبابة صيني، معلقة صغيرة هريسة، رشة سكر وكاتشب، عصير ليمون وخل وزيت. والاتنين اللي عندنا اللي هيجيلي عليهم اسئلة كتير انا بديكوا الحل، لو ما عنديش هريسة ممكن تحطي شوية شطة او قرن فلفل حامي وممكن استغنى عنها خالص، دي بالنسبة للهريسة. الكاتشب لو ما عنديش كاتشب دلوقتي وعايزه اقوم اعمل الاكله دي دلوقتي، ايه البديل؟ البديل صلصه، شيلي الكاتشب وحطي الصلصه. خلاص متفقين على كده؟ دي كده بالنسبه لمقادير الوراك المشويه في الفرن. طيب المكرونه بتاعتنا اللي هنعملها النهارده بالبصله مع تطعيمه حلوه كده عباره عن ايه؟ انا جايبه النهارده مكرونه مقصوصه، تقدري تعملي نفس الصلصه دي باي نوع مكرونه يعجبك واللي يكون الولاد عندك بيحبوها. انا عندي مكرونه مقصوصه مسلوقه 3 ارباع سلقه، خلي بالك من الكلمه دي عشان لسه هتتحط في الصلصه سخنه عشان متعجنش معاكي. بصله مفرومه بالسكينه، ثوم مفروم، زيت، وعصير طماطم او صلصه متخففه بميه، وكمان صلصه علب، وفلفل حامي مفروم قرن واحد بس، ملح وفلفل واي بهارات مشكله عندك، ورشه سكر علشان تعادل الطعم وكمان تمنع الحموضه بتاعت الصلصه. مقادير سهله وبسيطه جدا جدا. اول حاجه هعملها اسمي بسم الله واشتغل على طول في الصلصه الاول على ما الصلصه تاخد غلوتين كده وتبتدي كده تتقل معايا وتبقى زي العسل، اكون تبلت الوراك ودخلتها الفرن. ميزه التتبيله دي كمان بتاعه الوراك ان مش لازم ابدا ابدا اسيبها في التتبيله 500 600 ساعه ولا الكلام ده خالص، هي على طول انا ممكن اتبلها وعلى طول اروح مدخلها الفرن وخلصنا على كده. عشان كده بقول لكم وجبه من الوجبات السريعه اللي ما بتاخدش وقت، اللي هي ايه مزنوقه كده عايزه اعمل غدوه بسرعه والوقت جري مني على طول اروح قايمه عاملاها مش تاخد وقت خالص. طيب الحله سخنت، هناخد شويه زيت بسم الله، والزيت بتاع صلصه المكرونه قلنا قبل كده وبنقولها تاني بيبقى زياده شويه عشان ما يخليش المكرونه تقفش في بعضها لما انزل بيها بالمكرونه على الصلصه. شوفوا كل حاجه يا جماعه وليها سبب، ليها ليه دايما كده واحنا شغالين مع بعض، حطي ده قبل ده ليه؟ عشان كذا، مش مجرد كده افتكاسه ولا حد كده بيقول كلامه بس، كل حاجه عندنا ليها سبب المنطقي بتاعها. يبقى كده حطينا الزيت في الصلصه وبعد كده البصله بسم الله، ما عنديش حاجه هتاخد لون، ما عنديش حاجة هسيبها لغاية ما تتحمر ولا تتكرمي خالص، لا كله هيبقى زي ما هو كده في اللون بتاعه وفي الريحة بتاعته، ما بندبلش حاجة للآخر. والبصلة بتاخد لون كده هروح واخدة قرن فلفل حامي، طب أنا عندي أطفال وما بحبش المكرونة تبقى حامية، حطي قرن فلفل رومي، بس الفلفل مع البصلة بيدي طعم وريحه كده في منتهى الجمال كده اهو بسم الله. كرمه ناخد الحروف كده على جوه
عشان ما تاخدش لون بهذا الشكل. الله الله الله، خلاص كده الفلفل ابتدى يدبل مع البصله. هروح نازله بفص ثوم صغير، يعني حاجه كده، هو فص واحد بس كده مع البصل، بس بيدي برضو نتيجه يعني مش قادره اقول لكم على جمالها. اعملوا شويه مكرونه النهارده هتدعوا لي عليها باذن الله. تقليبه حلوه، بصوا تقليبه الثوم بظهر المعلقه كده عشان اخليه ياخد سخونيه الحله، وبعدين اروح مدخلاه بقى في البصل والفلفل. الله الله على الريحه اللي طلعت، عسل كده. شايفين مفيش حاجه غمقت خالص معايا ازاي، ومهتمه بالحروف لان الحروف هي اول حاجه بتتحمر، باخد الحروف على جوه هكذا. وبعدين بقى يا ستي، وبعدين هنجيب الصلصه، الصلصه البيور اللي مش متخففه بميه، وهاخد كده حوالي معلقتين كبار كده بالشكل ده، دول عشان يحافظوا لي على اللون الاحمر الحلو بتاع صلصه المكرونه، ويدوها كمان قوام حلو. بس لازم تتشوح الاول كده، تدي نتيجه احلى وتدي طعم وريحه احلى لما بتتشوح في الاول هكذا. شايفين ازاي؟ وبعد كده خلاص هي اتشوحت، يا اما بقى هضرب طماطم في الخلاط احطها عليها، يا اما صلصه مخففاها بميه. بسم الله. بس يا ستي تعملي كده وانتي حاطه على عين البوتاجاز التانيه حله للمكرونه تتسلق، وعملتي شويه مكرونه هيحلفوا بيها ان شاء الله. ندوب كده، شايفين ازاي؟ اهو بدوب الصلصه اللي كانت في الاول خالص. وبعدين تعالوا نتبل بقى. اهم حاجه عندي في الصلصه دي شويه السكر، دول اهم حاجه في الدنيا يا استاذ شريف. بصوا حوالي نص معلقه صغيره، وبعدين فلفل اسود، وايه تاني، وملح، واي بهارات موجوده عندك. بسم الله. كنا عملنا قبل كده بهارات الصلصه اللي عملها معانا، تنفع جدا جدا للوصفه دي. وتقليبه، واروح موطيه النار واسيبها تاخد كام غلوه حلوين كده على ما تبل الوراك، وادخلها تتشوي في الفرن. هنعمل التتبيله بتاعه الوراك، بصلتين كده مبشورين بالميه بتاعتهم كده زي ما هم، وهاخد عليهم حوالي طماطمايه او اتنين برضو كده لو الطماطم اللي عندك صغيره. حط اتنين على البصل، نقلبهم كده في قلب بعض. وبعدين يا ستي كل حاجه هحطها دلوقتي برضو تاني هقولك على البدايل بتاعتها. زي ما قلتلكم الكاتشب بيدي نتيجه حلوه جدا جدا مع الشوي. ما عنديش كاتشب، هحط شويه صلصه كده، وبعدين هريسه حوالي نص معلقه صغيره كده، بتدي طعم حلو جدا جدا وما بتديش الحروقيه اللي بالك فيها. طيب ما عنديش هريسه، قلنا ايه البديل؟ نحط شويه شطه، وممكن نستغنى عنها خالص بالشكل ده. اهو شايفين التتبيله عامله ازاي. فاضل ايه تاني عندي؟ عصير ليمون، ده اللي بنزوده شويه عشان يدي مزازه حلوه، وشويه خل كده، والزيت، بس الزيت بعد ما نتبل. تعالوا بقى دلوقتي نحط التوابل. احنا كده عملنا الخلطة اهي جاهزة اهي، وريحتها جميلة التوابل بتاعتنا. طب نتبل الفراخ طيب وندخلها الفرن، ولا ايه رأيك؟ هناخد دقيقتين عشان احنا خلصنا. ماشي، ادي فلفل بسم الله، وادي شوية الملح، وادي كباب الصيني بتدي ريحة حلوة جدا جدا لا تتخيلوا قد ايه، ورشة السكر المهمة جدا. وخلصنا، نقلب كده كله في بعضه. وانا بقلب بقى احط الزيت، يعني الزيت لازم لازم يكون اخر حاجة. ادي كل التتبيلة في بعضها، بصوا لونها بقى عامل ازاي، وادي كمان الزيت اهو. والزيت هو اللي بيبقى ايه زيادة شوية، عشان هو ده اللي بيخلي الفراخ تقرمش من بره، ويحافظ لي على لحمة الفراخ تبقى طرية جدا من جوه. خلاص كده خلصنا. الله الله. وبعدين نجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها الوراك، ونجيب طبق نتبل فيه.
وخدوا بالكم من الحركة اللي جاية دي، مهمة جدا. هجيب صينية سواء فيها ورقة زبدة أو لا مش مشكلة خالص. بصوا بقى هنعمل ايه، هناخد من الخلطة اللي عملناها واحط تحت الوراك او تحت الفراخ، دي مهمة جدا عشان تطعم لي الوراك من تحت وهي بتستوي، وفي نفس الوقت عمرها ابدا ابدا ما تتلسع حتى لو مش حاطة ورقة زبدة. شايفين ازاي اهي، دي كده الفرشة اللي هفرش عليها سواء الفراخ او الوراك بالشكل ده اهو كده، انا حميتها وطعمتها، مش مجرد ان انا حميتها بس. يلا بينا نتبل بقى. اول حاجة هحاول كده بين الجلد واللحم كده بالراحة بايدي كده، بصباعك تفتحي كده الفتحة دي، مهمة جدا اهي. وبعدين وانا فاتحة كده هروح واخدة من التتبيلة حطها جوه، وبصباعي كده ادخلها كده لجوه بالراحة عشان ما تتقطعش، كأني بعمل جيب بالشكل ده كده. وبعدين من بره اروح موزعة الحشوة دي، وكلي بقى الفراخ بالحشوة اللي جوه دي عسل. وبعدين اروح قلب الورك من عند العظم كده، وفي كل حتة وراك النهاردة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي يا جماعة، ما شاء الله عليها. حطي بقى كده وتخيلي بقى انت كده في ثانية وانت واقفة عملتي احلى شوية مكرونة وفراخ مشوية، الوراك المشوية في الفرن، وعملنا صلصة المكرونة طالعة عالمية، ريحتها وشكلها شايفين المنظر عامل ازاي، زي العسل، واخدة لون الشوي المظبوط، زائد ريحة الصلصة اللي طالعالي دلوقتي من الحلة اللي عملناها عسل. خدي بقى من التتبيلة دي واديها لمعة حلوة كده بالشكل ده اهو، من كل حتة كده تديكي لمعة حلوة جدا، شايفين اهو. بس يلا بقى دلوقتي نحط المكرونة في الصلصة. الله على الريحة، ريحتها هتفتح النفس. يلا بينا نحط المكرونة في الصلصة ونقدم بقى الغدوة بتاعتنا الحلوة. لا طبعا نحط عليه بقى الفراخ الحلوة اللي شويناها. بتدخل الفرن يا جماعة على درجة حرارة عالية جدا، الفرن يكون شغال قبلها تحت وفوق ومروحة. ونروح بقى واخدين الوراك كده عليها، يا وعدي يا وعدي كده هون كده هون وكمان كده هون اهو. يلا بينا، شفتوا جمال الطبق عامل ازاي، شفتوا حلاوته يا ناس، يتاكل اكل. وهنقعد بقى ايه الفرخ بتاعتنا برضو بكذا شكل، انا ممكن اقدمها كده مع بطاطس عيش حمصته على الفرن على البوتاجاز في الجريل كده، وممكن كمان اقدم معاها بطاطس ومكرونه. هوريكم دلوقتي بقى ايه طريقه التقديم، على الرغم بساطه الاكله لكن غنيه في الطعم، حلوه جدا جدا وسريعه، زي ما قلت لكم اعتبروها من اكلات اللي تسعفنا لما يكون ما عندناش وقت، او مثلا جالي ضيوف فجاه على غفله وهيتغدوا، او في وقت غدا او كده، اقوم على طول اعمل الفراخ واعمل المكرونه بالطريقه دي، مش هتاخد منك بالظبط يا جماعه نص ساعه، اقل من نص ساعه. نمسح كده، ادي شكل الطبق التاني.